طبعا رجعنا لحضراتكم من جديد، خلينا نستقبل نجمنا الكابتن طارق الغنام عشان نبتدي معاه الحوار اللي اكيد ناس كتير مستنيه. منور قناة النادي الأهلي. ربنا يخليك وجودك يعني شرفني. مش عارف اقول لك ايه، بس انت ايه رايك في تطوير قناة النادي الأهلي؟ اولا مفاجأة، انا يعني سامع من فترة الدنيا ماشية ازاي، بس لما بتيجي تشوف الوضع يشرف، يشرف جدا جدا. وطبعا ظهوري معاك اول حلقة دي حاجة تبسطني جدا، واتمنى ان انا اضيف للقناه يعني الفعل اللي تشرف ان احنا موجودين فيها باسم النادي الاهلي. طارق انت اسم كبير واديت للنادي الاهلي كتير وحققت بطولات مع النادي الاهلي. بص يا طارق، احنا مش هنسال الاسئله التقليديه بقى وابتديت الباسكت ازاي، طبعا انت ابن طبعا كابتن طه الغنام النجم الكبير، ولكن انت عملت اسلوب لعب معين يا طارق، يعني انت اخترعت او نقول ابتدعت لعب جديد ما كانش موجود في مصر، اللعيب الارتكاز الخفيف اللي بيشوط من مسافات بعيده، عنده سنس عالي، هوكات، بيلعب لعب القصيرين. انت الموضوع ده جبته ازاي؟ بص، هو انا يعني من وانا صغير تحت 14 سنه كان مسكني كابتن نبيل بخيت، انا اكتشفت ان يعني الموضوع مش صعب كعطوال، ف جربت الدنيا بدات تمشي. كان عندنا ماتش مهم، كان بنلعب فرقه في استاد القاهره، وكان الماتش مأزم جدا، وكنت انا واقف فاضي طبعا، انت عارف بقى بيفوت واقف بره، فطبعا انت بيسيبك مش هتشوط بالظبط كده، خصوصا واحنا صغيرين كمان كان الموضوع ده. فربنا كرمني شوط واحده بالظبط، عجبتك القصه بالظبط، انبسطت جدا الصراحه. بس هو الموضوع ما كانش شوط بعيد بس يا طارق، ده انت كمان كنت ممكن تفايق وتخش يعني. ما هو بعد كده تطور بقى الموضوع، لان خلاص ما انت ما بعد ما بتشوط الناس عارف انت بتشوط، فبتطلع صحيح. عليك فاهم، فانت بتبتدي تحاول تطور، تخش خطوه يمين خطوه شمال، والحمد لله رب العالمين طبعا يعني. وانت في نشاتك يا طارق وطالع كده يعني احنا بنبقى صغيرين بيبقى لنا احلام وطموحات، كنت حاسس ان انت هتقدر تعمل يعني هتوصل للمرحله دي؟ لا بص امانه لا، لان انا قبل يعني لغايه 16 سنه او قبل ما اوصل 16 سنه كان الموضوع بالنسبه لي مش زي كده يعني. انا برضو واخدها يعني يعني الموضوع طبعا يعني الرياضه وكل حاجه، بس ما كنتش متخيل ان الوضع الحمد لله رب العالمين ربنا يوصلني او وصلني اللي انا فيه ده، اللي هو بتشرف بيه طبعا ويشرفني. تطور الموضوع وابتديت بقى ما كمان لما طلعت الدرجه الاولى ورحت منتخب مصر، كابتن طلعت جنيدي الله يرحمه ويديله ويعني ويغفر له شريف ورامي طبعا ويخللهم ولادهم وكده، هو اللي اول واحد اخذني على المنتخب وحط رجلي في القصه دي. وطبعا في النادي الاهلي مدربين كتير، انت عارف يا طارق ان المدربين كان كتير جدا حتى في المنتخبات بيحبوا يبقى طارق معاهم. يمكن سنه 97 لو تفتكر كان مارف كيسلا كان مدير فني لمنتخب مصر طبعا. وانت كان عندك كاس عالم مع فريق الشباب، احكي لنا القصه دي. ده يعتبر كانت عندنا بطوله، اول بطوله افريقيه منتخب كبير اول مره، فكان في كان في نفس الوقت كان عندنا كاس عالم تحت 22 سنه، كنا خدنا بطوله افريقيا في المغرب، وبعدين كان يعني في بطوله كنت بتلعب كنت بتلعب مع فريق الشباب وخدت بطوله افريقيا وخدت كاس عالم بالظبط باستراليا بالظبط كده تمام، كانت تحت 22 سنه. في نفس توقيت الكاس طبعا كاس العالم بالنسبه لنا وانت في سن عندك 18 سنه ده حلم حياتك. يعني انت حلم. نفسك تروح وتشوف طبعا. فجي المنتخب الكبير لا عايزين، كنت انا واسماعيل احمد لازم تبقوا معانا بطوله افريقيا. طب بطوله افريقيا فين يا جماعه؟ في السنغال. طب يا جماعه ودونا حته طيب يعني استراليا يعني طب ما حلوه برضه الدنيا قريبه جدا. انا هقول لك اللي حصل، 36 ساعه سفر عذاب. المهم طب يا جماعه ازاي، طب هتطلعوا من، طب نعمل ايه، طب روحنا لكابتن محمود، كابتن محمود كاس العالم الله يرحمه طبعا، كابتن محمود الله يرحمه طبعا يعني رئيس اللجنه الاولمبيه السابق طبعا كابتن محمود يعني حرام وي. المهم ربنا كرم خلصنا البطوله، كان سافر هو بقى المنتخب 22 سافروا على استراليا، سافروا على استراليا كان ماسكهم كابتن خالد بخيت على ما اتذكر، خالد بخيت وكابتن احمد صابر مظبوط. سافروا 10 لعيب، ايه ده سافروا ناقصين؟ طبعا ما هو انت خلاص بقى، ما احنا لو المفروض احنا هنروح فاحنا ال 12، فانا واسماعيل فاتنين انت اسماعيل اتنين يبقى كده فهم سافروا
لعبوا 3 ماتشات ب 10 لعيبه، وبعدين خلصنا احنا انا واسماعيل من السنغال. انا فاكر احنا خسرنا، انا كنت معاك في البطوله دي في المنتخب الكبير. اه بالظبط، خسرنا كده قبل النهائي. بالظبط كده. احكي لي بقى عن الرحله من اصل خلي بالك البطوله دي بالنسبه لك مفصليه. انا هقول لك ليه مفصليه. انت بقى من السفر من الدكار في السنغال بالظبط لملبورن، عملت ايه بقى في الرحله دي؟ لا بص هقول لك حاجه بجد، عرفت يعني ايه معنى ان الطيران ده فعلا يعني زي ما هو نعمه زي ما هو نقمه. لان انا بقول لك انا عمري ما انسى، انا فاكر رقم 36 ساعه طيران غير ما بينهم. لان انت قعدنا نوقف بالظبط، طلعنا زيورخ ومن زيورخ مش عارف طلعنا، لا لا الموضوع كان وصلنا. وخد بقى دي كمان، انت وصلت استراليا هم الصبح اصلا ممتاز وانت طبعا بقالك وعايز تنام وعندهم تمرين ونزلنا الاهلي. لا لا الموضوع كان. طب افكرك بماتش الارجنتين يا طارق. طب ليه الاحراج؟ لازم اقول لك يا طارق، اصلا انا هقول لك حاجات. لا بص هقول لك، احنا اصلا كانت خطتنا ان احنا نكسب الارجنتين. الله ونكسب هم كوريا. بطل العالم ما هو احنا بقى كانت معلوماتنا الظاهر مش تمام. لا بس على فكره ما انا هقول لك، ما هو عشان انتوا كنتوا عايزين كده عملتوا ستارت كويس قوي. بس احكي لي الماتش بس عشان ما نحرقوش. احنا بدانا 6-0 مبدئيا، ربنا كرم، او 8-0 ربنا كرمنا. ده انا سمعت 12-0 كده. يعني وصلنا عملنا هم خدوا تايم اوت كوتش ده احنا ده اللي فاكرينه. فاكر ايه بقى تاني؟ بس زعيق جاي من بنش تاني. الموضوع انت دي اخر حاجه فاكرها صراحه. كان هم بيزعلهم الارجنتين، كان فيها سكولا وكان فيها جنوبلي. لا 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 طبعا طبعا احنا بالنسبه لنا كان ما كناش طبعا انت عارف ما كناش يعني سنه الكلام ده سنه 98 او صح، فكان الانترنت والكلام ده كان صعب. فما صعب كناش صعب. انا بقول لك خطتنا ان احنا نكسبهم هم وكوريا ونخش دور الثمانيه مش هو كده. بص يا طارق اللي بتكلم على البطوله دي، البطوله دي انت رجعت منها على النادي الاهلي كنت لعيب تاني خالص طبعا الاحتكاك. وخليني اقول برضو ان انت يعني كان النادي الاهلي قعد فتره ما ياخدش دوري، ورجعت من البطوله دي سنه او اتنين على ما اتذكر مظبوط وخدنا دوري مظبوط. كنت عامل موسم ما عملوش يعني حد، كانت الطلعه تعتبر او بدايه الانطلاق. كلمني بقى عن الدوري ده. لا بص الدوري ده كان مين مدير فني؟ كان مين لعيبه معاك؟ لا هو كان كابتن اشرف توفيق طبعا فني. كان مدير فني. كان الجيل بتاعنا انا واعتبر لغايه دلوقتي نفسي من هذا الجيل يعني. معانا طبعا اسماء كلها كبيره، معانا طارق خيري، معانا حيدر هنداوي، معانا خالد مصطفى، معانا شادي، معانا عمرو صابر، معانا شريف علي، معانا صراحه كان ياسر مفتوح كابتن فريق. كنا يعني مع كابتن اشرف طبعا فالانطلاقه كنا زي ما انت بتقول الاهلي كان دوري واخد دوري واحد ما فيش بطولات بتاع فالحمد لله رب العالمين ربنا. لا الدوري ده كان مهم ليك يا طارق طبعا. لانه انت كنت اعلنت عن نفسك بقى يعني انت تمام. جبت كاس عالم شخص تاني. أيوه. وانا مظبوط. وانا عرفت كمان في كاس عالم ان انت جالك فرصه تروح جامعات ورفضت. أيوه. ده لسه حقيقة. في موضوع تاني، ده قصه تانية بقى اخش معاك فيها. بس طبعا قبل ما اخش معاك في التفاصيل ده احنا عاملين في او عنك، خلينا نشوفه معاك وارجع لك تاني يا طارق. اوكي. طارق الغنام أسطورة كرة السلة الأهلوية ومسيرة حافلة بالإنجازات. طارق الغنام اسم له بريقه، لطالما تغنت به جماهير القلعة الحمراء حيث قاد الشياطين الحمر لمعانقة المجد خلال الأعوام التي دافع فيها عن شعار النادي الأهلي، ونجح خلال مسيرته الحافلة بالإنجازات أن يحفر اسمه بأحرف من ذهب في تاريخ اللعبة، إضافة إلى رصيده الكبير في قلوب جماهير ومحبي النادي الأهلي. الغنام من عائلة أهلوية حتى النخاع، فالوالد هو طه الغنام أحد صانعي النجوم، والأخت هي رحاب نجمة الأهلي السابقة وعضو مجلس إدارة اتحاد كرة السلة الحالية. ولد طارق الغنام في 6 أكتوبر عام 1978، وقبل أن يتم عامه 21 ظهر تألق الغنام وانضم للفريق الأول بسلة الأهلي ليحصد مع النسر الأهلوي العديد والعديد من البطولات المحلية والقارية. معشوق الجماهير أو العو كما كانت تحب جماهير نادي القرن أن تلقبه خلال المباريات الهامة، صنع تاريخا سيظل صامدا لسنوات طويلة، حيث إنه اللاعب المصري الوحيد الذي توج بثلاثة ألقاب قارية. حقق الغنام إنجازا فريدا في مسيرته، إذ أنه حقق ألقاب الأهلي القارية الثلاثة،
فقبل فوزه بلقب بطولة إفريقيا للأندية الأبطال عام 2016 كان قد حقق لقب بطولة كأس الكؤوس الإفريقية مرتين عامي 2000 و2002. الغنام كانت له تجارب احترافية خارج جدران القلعة الحمراء، حيث لعب في صفوف العربي القطري وحصد كأس الأمير عام 2005، وفي نفس العام حصل على فضية الدوري القطري وكأس قطر. وبعد رحيله عن الأهلي انتقل لصفوف الجزيرة القاهري وتوج معه ببطولة الدوري عام 2012-2013 قبل أن يعود مجددا للشياطين الحمر ويسطر معهم التاريخ من جديد. وفيما يخص مشاركته مع المنتخب، حصل الغنام على 3 ألقاب من البطولة العربية، كما حصل على البطولة الإفريقية تحت 22 سنة 3 مرات أيضا، وحصل على بطولتي دورة الألعاب الإفريقية و3 بطولات لدورة الألعاب العربية. وحصد نجم الأهلي العديد من الجوائز الفردية خلال مسيرته داخل الصالة المغطاة، ومنها أحسن لاعب وأحسن هداف في بطولة إفريقيا للأندية عام 2000، وأحسن لاعب في بطولة إفريقيا للأندية 2002، وأحسن لاعب ارتكاز وأحسن ريباوند في بطولة إفريقيا للمنتخبات 2007، وهو ما كرره في بطولة إفريقيا 2016 والاختيار بمنتخب إفريقيا. وعقب نهاية مشواره داخل ملاعب كرة السلة كلاعب، تم تعيينه كمدير إداري لفريق الرجال، ويأمل نجمنا اليوم في حمل الكؤوس كإداري مثلما حملها من قبل كلاعب فذ. أهلا بحضراتكم من جديد، بنستكمل طبعا حوارنا مع أسطورة النادي الأهلي طارق غنام. طارق، بتهيألي يعني أنا شايفك هتدمع يعني. والله يعني سعيد جدا، والحمد لله أن الواحد قدر يسيب حاجة أو بصمة يعني في النادي الأهلي والمصر، دي حاجة تشرفني، وفعلا الحمد لله رب العالمين على كل توفيق من عند ربنا. الحمد لله. عايز أقول لك أن دموعك اللي في عينيك دي يا طارق يعني أكبر دليل قد إيه أنت فخور بتاريخك. الحمد لله رب العالمين. يعني طبعا يشرفني. خليني أرجع تاني أقول لك يا طارق، أنت يمكن بطولة الدوري الممتاز اللي تم حصده، أول دوري كان يرجع بعد فترة مع كابتن أشرف توفيق، كان على طموحات، سقف طموحات النادي الأهلي. رحت أفريقيا. كلمني عن الفترة دي. بص، كانت برضو بالنسبة لنا جديدة، كانت أبطال الكؤوس، كنا بطولة عبد العظيم العشري برضه الله يرحمه، الله يرحمه، الاتحاد المصري لكرة، الاتحاد الافريقي والدولي طبعا لكرة السلة، عندنا في النادي طبعا برضه. انت يعني الباسكت كان دايما في حتة معينة، فانت طبعا عندك في النادي وعندك لازم على الاقل حتى تحاول انت بقيت بالزبط. فريق بينافس، وطبعا زي ما انت بتقول سقف الطموحات دي، هل انت بتكسب يعني تقدر تكسب على فكرة انت نفس. كنت من الناس الاساسيه اللي علت سقف طموحات اي حد، انا بكلمك بامانه، انا بقول يعني كلمه الحق، انت خليت فرقتك عليتها وخليت عندهم هذا الطموح. الحمد لله احنا بس عشان ربنا كريم، احنا جيل يعني تفهمنا وكان فيهم لعيبه كلها اكيد طبعا على مستوى عالي جدا طبعاً. بس البطولة عندنا وكانت لازم نقلة يعني بالنسبة لنا، لأن أنت عارف طالع أنت صغير برضو إيه، لسه ما لعبتش يعني، فأنت بتفوجئ ببطولة أفريقية عندك وبطولة أنجولا ونيجيريا، وطبعا بقى إيه يعني لسه أنجولا دي يعني كنا بنسمع بس إن هي سيطرة والموضوع صعب جدا. فطبعا إحنا ربنا كرمنا بيها وكسبناها وأخد أحسن لاعب وهداف البطولة، فده كان يعني حط عليا عبء كبير، لان انا طبعا انت خلاص حطيت نفسك في موقف الكلام ده يعني، انا قلت لك كام 99، فانت شو عندك كام سنه يعني، يمكن 21 سنه كان بالظبط انت ابتديت تحط بالظبط. طب كابتن طارق، خلينا نطلع لفاصل وارجع استكمل معاك طبعا مشوارك. اعزائي المشاهدين، هنطلع لفاصل اعلاني وارجع تاني عشان نستكمل حوارنا الشيق مع اسطوره النادي الاهلي طارق البنا. حصده أول دوري كان يرجع بعد فترة مع كابتن أشرف توفيق، كان على طموحات، سقف طموحات النادي الأهلي. رحت أفريقيا. كلمني عن الفترة دي. بص، كانت برضو بالنسبة لنا جديدة، كانت أبطال الكؤوس، كنا
بطولة عبد العزيز العشري برضه الله يرحمه. الله يرحمه. الاتحاد المصري لكرة، الاتحاد الأفريقي والدولي طبعا لكرة السلة. عندنا في النادي طبعا برضه أنت يعني الباسكت كان دايما في حتة معينة. كان بعيد شوية. فانت طبعا عندك في النادي وعندك لازم على الاقل حتى تحاول بالظبط. انت بقيت بالزبط. فريق بينافس وطبعا زي ما انت بتقول سقف الطموحات دي اعلى، انت بتكسب يعني تقدر تكسب. على فكره انت كنت من الناس الاساسيه اللي علت سقف طموحات اي حد. انا بكلمك بامانه، انا بقول يعني كلمه الحق، انت خليت فرقتك علتها وخليت عندهم هذا الطموح. الحمد لله احنا بس عشان ربنا كريم، احنا جيل يعني تفهمنا وكان فيهم لعيبه كلها اكيد طبعا على مستوى عالي جدا طبعاً. بس البطوله عندنا كانت لازم نقله يعني بالنسبه لنا، لان انت عارف طالع انت صغير برضو ايه لسه ما لعبتش يعني. فانت بتفوجئ ببطوله افريقيه عندك وبطوله انجولا ونيجيريا وطبعا بقى ايه يعني لسه انجولا دي يعني كنا بنسمع بس ان هي مسيطره والموضوع صعب جدا. فطبعا احنا ربنا كرمنا بيها وكسبناها واخد احسن لاعب وهداف البطوله، فده كان يعني حط عليا عبء كبير، لان انا طبعا انت خلاص حطيت نفسك في موقف الكلام ده يعني. انا قلت لك كام 99، فانت شو عندك كام سنه يعني؟ يمكن 21 سنه كان بالظبط انت ابتديت تحط بالظبط. طب كابتن طارق خليني اطلع لفاصل وارجع استكمل معاك طبعا مشوارك. اعزائي المشاهدين هطلع لفاصل اعلاني وارجع تاني عشان نستكمل حوارنا الشيق مع اسطوره النادي الاهلي طارق البنات. حوارنا طيب جدا مع اسطوره النادي الاهلي الكابتن طارق الغنام. طارق، يمكن كنا قبل الفاصل بنتكلم على محطه مهمه جدا اللي هي بطوله افريقيا لابطال الكؤوس اللي كانت في بدايه حياتك وطبعا حصلت عليها واحسن لاعب والقصه دي كلها. يمكن بعد كده توالت البطولات، مش هنقعد نسردها طبعا، تاريخك طويل جدا، عايزين حلقات وحلقات. هات لي محطات في حياتك انت تختارها، انا هسيبك انت تختارها، تقول المحطات دي كانت نقط مهمه جدا في مشواري. بص انا هقول لك حاجه، انا باختصار هتكلم على بطوله افريقيا 2016. مش طبعا دي انا كنت متاكد انت هتختار. بص يعني الحمد لله رب العالمين، لو طارق الغنام اتكرم في حياته فهو اتكرم في البطوله دي. طبعا انت عارف هي كانت يمكن بعد رجعتي من نادي الجزيره، حوالي كنت 36 سنه، فسواء قال لك طارق ويجي دلوقتي يعمل ايه المهم يعني ربنا كرم جدا جدا جدا. و طب بص يا طارق كده معلش، دي لقطه يعني انا عايزك تسمع اللي بيتقال. يمين شمال تعالى يا غنام، يمين شمال بنحبك يا غنام، يعني العو اهو جماهير النادي الاهلي يا جماعه. بجد والله العظيم يعني يعلم الله مدى حب الواحد ليهم، وان هو كان نفسه يعمل لهم اكتر حاجه ممكن تبسطهم في الدنيا. الحمد لله ان الواحد يعني متهيألي اللقطة دي محفورة في ذاكرة ناس كتير، والحمد لله يعني بشكرهم كلهم وكل الناس اللي ساهمت ان الواحد يبقى طالع بالمستوى ده. الحمد لله رب العالمين. دي دموع يعني حب للنادي الاهلي ولا دموع فخر بتاريخك يعني يوصف لي شعورك اللحظات دي بتبقى؟ لا طبعا يعني قلت لك خاصة ان انت كنت طلعت لظروف معينة وبترجع وربنا بيكرمك قدام الناس دي كلها وقدام
مصر كلها كانت متابعه، حتى الفرق الثانيه وكلموني ومبروك فالحمد لله. طارق، انت انا كنت قبل الفاصل بقول ان النادي الاهلي له اسلوب معين في الدخول ليه، انت كنت اكبر مثل لده. انت لعبت في النادي الاهلي وظروف معينه خرجت منه، رحت نادي الجزيره ورجعت تاني نادي الاهلي. لم نرى لك تصريح واحد او حاجه خارج النص. لا، ما النادي الاهلي ما حب، يعني ما ينفعش تحب حد او تحب حاجه وتتكلم عليه وحش ازاي مهما حصل. خلي بالك طبيعي، يعني انت يقول لك هو انا ما يحصل مثلا دروب او يحصل ممكن مستوى ينزل، ممكن يحصل مشكله مع مدير فني عادي، بس النادي الاهلي في حته ثانيه مالوش علاقه. ما تقدرش تطلع تقول كلمه وحشه، انت بيتك يعني، انا معاك هنا، انا حاسس ان انا في بيتي، قلت الكلام ده في النادي الاهلي انا في بيتي. فطبعا رجعت من نادي الجزيره واخد دوري طبعا، ربنا كرم 36 سنه، الناس قالت طب هو هيرجع يعمل ايه بالظبط؟ دخلت على بطولة افريقيا في صاله النادي الاهلي. هي لا، كلمني بقى كده بالتفصيل. بص، انا يمكن الكلام بقوله يمكن الناس تزعل مني، انا ما كنتش حابب ان البطوله تبقى في النادي، لان طبعا زي ما قلت لك انا فاهم طبعا القصه. يعني يمكن الباسكت بقى مشكلته دايما ان حتى في افريقيا يعني مش ممكن كل الفرق بتنافس، ما ينفعش يبقى كل تونس انجولا نيجيريا، مش ممكن انجولا تونس نيجيريا مغرب الجزائر انزل تحت سنغال، مش ممكن. فانت هتجيب البطوله دي عندك بالجماهير ومعارض، انت اخر حاجه حققتها كانت ثالث، ما كنت معانا في الفضاء بالظبط في غينيا، فهتيجي. فالموضوع كان ضغط غير طبيعي طبعا، وكان الاعلام متصدر البطوله بقى طبعا حاجه، فالوضع كان صعب. فانا كنت صراحه كنت بتكلم مع المدير الفني واقول له طارق، يعني طبعا يعني ما تحطناش في الموضوع. قال لي لا انا واثق وان شاء الله، وفعلا كانت ربنا كرمنا كرم. انت موعود يا طارق، يعني مع اي مدير فني الطموحات بتعلى. مش عارف ليه، مع ان الكلام قبل بيبقى مختلف. بص، ما تزعلش، انت هتلعب 10 دقايق بس، ما تقعدش بقى تعمل لي مشاكل. حاضر. بعد كده اهو بتلاقي نفسك 40 دقيقه تغيير يا كوتش بالعالي. انا شفتك في الماتش ده في مره كان في مع قبل النهائي، وشفتك من التعب ما كنتش قادر، مش قادر. يعني حتى يعني مش عارف اقول ايه، يعني مش قادر. لا يعني انا كمان، انا يمكن العيله يعني انا واختي كده احنا بيبقى عندنا توتر، يمكن حاجه وراثه. لا، في توتر مش ممكن يعني. شوف انت لسه بتقول يعني اختي ونفس الكلام. نفس. طب احنا على التليفون بقى كابتن رحاب الغنام، طبعا نجمه الاهلي ونجمه مصر وعضو مجلس اداره الاتحاد المصري لكره السله. اهلا بك يا كابتن. اهلا بك يا كابتن هيثم. والله بجد انا مش عايز اقول لك قد ايه انا سعيد ان معايا يعني اسطورتين يعني على الهاتف وفي الاستوديو. فيعني تحب تقولي ايه لطارق الغنام في يوم جميل احنا بنقضيه معاه في قناه النادي الاهلي؟ اولا انا يعني ببارك لقناه الاهلي شكلها الجديد، وحقيقه حاجه مشرفه وجميله، وببارك لك على رجوعك لقناه الاهلي. الله يبارك في حضرتك، وبتمنى لك كل توفيق كابتن هيثم. شكرا جزيلا. كل خير. شكرا جزيلا. وسعيده جدا طبعا النهارده، وانا شايفه طارق يعني الحقيقه، يعني انا مهما قلت طبعا انا مش هقدر اقول كل اللي انا عايزاه في دقيقه او دقيقتين مهما اتكلمت، بس انا عايزه اقول له ربنا يخليك. أنا فخورة وهفضل فخورة يعني طول عمري يعني بطارق الغنام، مثال لكل حاجة جميلة. طارق الغنام أخويا، ومش أخو مش أخ بس، يعني إحنا أصحاب على المستوى العائلي، أصحاب على المستوى الشخصي، أنا وهو على مستوى ولادنا يعني أصحاب جدا مع بعض. مراته دي أختي بمنتهى الأمانة، فإحنا على المستوى العائلي إحنا حاجه مترابطه جدا الحمد لله. فربنا يخليه ليا ويحفظه، واتمنى له كل التوفيق يعني زي ما كان لاعب، زي ما كان زي دلوقتي مدير اداري في النادي الاهلي. فانا طبعا يعني بتمنى له كل توفيق ونجاح يا رب، ربنا يحفظه. كابتن رحاب، يمكن احنا كنا بنتكلم على محطه مهمه جدا في حياه كابتن طارق الغنام، وهي بطوله افريقيا 2016، لان الحقيقه هي كانت بطوله من البطولات الصعبه. فاكره اللحظات دي يا كابتن؟ لان انا بسالك ليه، لان انت كنت بتحضري يوميا المباريات بالظبط. فانا بسالك. انا كنت في الملعب طبعا كل الماتشات، وكنت حقيقي فخوره. هو زي ما قالوا علق فعلا حته رجوعه وتوقيته في الوقت ده بسنه،
بطولة أفريقية جامدة جدا، وفي النادي الأهلي كانت عواملها كلها يعني كانت كلها كده على بعضها حاجة تحدي كبير جدا، ولي هو أول واحد. فأنا مش قادرة أقول لك إحنا كنا عاملين إزاي، وهو اللقطة اللي أنت يعني حضرتك عرضتها دلوقتي دي إزاي دلوقتي وأنا قاعدة يعني بتفرج عليها، عملت يعني جسمي أشعر إزاي وأنا بفتكر اللحظة دي، كنت في الملعب وأنا صورتها على موبايلي وبحتفظ بيها ودايماً بتفرج عليها، لأنها حاجة يعني أسعدتنا والدموع كانت بتنزل من عينينا. فعلاً البطولة دي كان ليها وقع مختلف، وزي ما قال طارق هي فعلاً تحدي كبير جداً بالنسبة لي، وكانت حاجة يعني الحمد لله ربنا كرمه جامد جداً جداً، كله بفضل ربنا الحمد لله. كابتن طبعاً يعني أنا مش يعني أنتهز الفرصة وحضرتك معايا على التليفون، وأتمنى لك كل التوفيق طبعاً في الملف اللي حضرتك ماسكاه اللي هو 3 على 3 طبعاً، اللي ماسكة ملف وملف من الملفات المهمة في الاتحاد المصري كرة السلة، فإحنا منتظرين من حضرتك طبعا الكثير في هذا الملف. وسريعا كده حضرتك قول لنا إيه الأخبار والدنيا ماشية إزاي؟ والله إحنا 3 على 3 الاتحاد المصري ابتدى طبعا يهتم بيها في الفترة الأخيرة، لأن هي أصبحت لعبة أولمبية، فطبعا يعني وجودها على المستوى الدولي خلانا إحنا كمان نواكب التطور ده بتاعها. والحقيقه احنا كمجلس اداره كلنا برئاسه الدكتور مجدي ابو فريخه ما بيتاخرش اي جهد في يعني في توفير اي متطلبات للجنه 3 على 3 واي توصيات ليها، والحمد لله ابتدينا يعني دلوقتي احنا كاس عالم متاهلين، خدنا بطوله افريقيا طبعا الحمد صحيح. لله لاول مره الدرجه الاولى اولاد وبنات السنه اللي فاتت هو 2019 و18 سنه اولاد، وتاهلنا كاس عالم تحت 18 سنه وتحت 23، ويعني ابتدينا الحمد لله نحط رجلينا على الطريق، وفي مزيد من يعني في حاجات كتير قوي، بس طبعا بسبب الكورونا والتوقف الدولي واللي حصل كده طبعا كل حاجه وقفت شويه، بس ان شاء الله واحده واحده ترجع تاني يعني استعداد بقى واستعاده للفتره الكبيره التوقف اكيد ان شاء الله. اكيد ان شاء الله كابتن رحاب الغنام طبعا اخت الكابتن الكبير كابتن طارق الغنام، واللي هي كمان اسطوره النادي الاهلي وعضو مجلس اداره الاتحاد المصري كره السله، بشكر حضرتك شكرا جزيلا. طارق يمكن انا هسالك بعض الاسئله كده وايه ويعني هتبقى شويه كده عايز فيها شويه موشن شويه. اكتر لاعب كنت بتحب تلعب جنبه؟ كايدار هنداوي. كايدار هنداوي طبعا. طب ده في النسبه للعيبه الارتكاز. طب اللعيبه بقى اللي بره البارامترز اللي بره او عمرو صابر. عمرو صابر عمرو صابر ده بالنسبه لجيلي طبعا. طيب. انا بعتبر نفسي من الجيل ده. طيب ما تقوليش اوحش لعيب كنت بتلعب ضده عشان ما لو سمحت ما يحصلش مشاكل. لا مش هيحصل مشاكل. طيب. انت حبيبي انت حبيبي اخويا. طب خليني بسرعه سؤال تاني. طيب مين او اصعب لحظه في حياتك مرت؟ هديك انا اختيارات سريعا عشان احنا الوقت للاسف بيعدي بينا. أوكي. اصابتك الاولى، اصابتك الثانيه، يوم ما مشيت من النادي الاهلي، ولا اعتزالك؟ لا اكيد يوم ما مشيت من النادي الاهلي طبعا كارثه. كانت اصعب لحظه طبعا. انا اصلا كنت رايح يعني وانا رايح اخد الخبر انا عارف يعني انا عارف اللي هيتقال لي، بس انا مش مصدق يعني. انا رايح عشان اقعد في اجتماع يتقال لي يا طارق انت مش معانا، وبرضه مش عايز وانا رايح وعارف ان لا اكيد مش هيتقال لي كده. طارق انا كان نفسي الحوار يطول اكتر يعني من كده ويبقى يعني ساعات، لان احنا الحقيقه مهما اتكلمنا عن تاريخك ومهما اتكلمنا على قد ايه اديت النادي الاهلي مش هنقدر نوفي حقك. بشكرك كابتن طارق الغنام على وجودك معانا. انا اللي مبسوط ومبروك رجوعك وسعيد بالتطور الرهيب اللي انا شايفه، والموضوع مش كلام اي حد هيجي هيشوف، وفعلا سعيد جدا جدا. وكانت تفكير فيا في اول حلقه دي حاجه تشرفني جدا يعني. ده حقك يا كابتن، وشرفت قناه النادي الاهلي واستمتعت انا على المستوى الشخصي، وان شاء الله يكون جمهور النادي الاهلي استمتع بيك زي ما بيحبك. شكرا جدا. اعزائي المشاهدين استمتعنا بحوار شيق جدا مع الكابتن طارق الغنام، كان يعني نفسنا يمتد، ولكن هكذا الدنيا طبعا، كل شيء له بدايه وكل شيء له نهايه. انتظرونا ان شاء الله في الحلقه القادمه من برنامج الابطال واخبار جديده، وأبطال معانا هيكونوا في برنامج الأبطال. شكرا جزيلا لكم.